يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلدنا إذا غاب إمام المسجد للحي تقدم رجل لصلاة الفجر ويقول في دعاء القنوت: اللهم إنا نمد إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، فهل هذا الدعاء جائز وهل هو شرك؟ لا، ما هو جائز، لا يجوز التوسل بالأشخاص لا بالرسول ولا بغيره، إنما التوسل بالأعمال الصالحة، أما الأشخاص فلا يتوسل بهم إلى الله عز وجل، لا الرسول ولا غيره، لأن هذا بدعة. نعم. وهل أصلي وراءه أو أترك الصلاة خلفه؟ أنصحه وبين له، فإذا لم يمتثل وأنت تجد مسجدا آخر إمامه سليم فتصلي خلف الإمام السليم من هذا. نعم.